هقولك، راغب قبل ما يموت ما كانش يملك أي حاجة، كان بيشتغل بفلوس الجيار، وبعد ما راغب راح في 60 داهية الجيار رجع كل فلوسه. يعني انت بعد كل ده مش هتورثي؟ لكن لشو جبتوني له؟ صعبتي عليا، فقلت بدل ما تطلعي بعد كل ده من غير ولا حاجة. بالمقابل تقولي لي مين اللي قتل راغب؟ بس أنا قلت مش هنصيع على بعض بقى، أنا وإنتي عارفين إنه خالد ما قتلش راغب. شو الضمان؟ مفيش ضمان، ده ديل بيني وبينك، هتوصلي لي اللي انا عايزاه هتاخدي نصيبك او مش هتاخدي حاجه. رح خبرك